كابتن كريم هنداوي حارس الزمالك ونجمه، الف مبروك كابتن. الله يبارك في حضرتك يا كابتن سيف، ربنا يخلي حضرتك. اخبارك ايه يا كابتن؟ تمام الحمد لله، والله زي الفل يا كابتن سيف. دايما مشرفينا ومنورينا ومخلين راسنا الحياه في العالي مع المنتخب ومع الزمالك، بنقول لك الف مبروك، ومع الزمالك والاهلي بنحييكم على اللقطات الحلوه والروح الجميله والروح الرائعه دي. ربنا يخلي حضرتك يا كابتن سيف، ربنا يخليك، الله يبارك في حضرتك وشكرا جدا. وده يعني هو ده الطبيعي، المفروض ده اللي يكون، هو ده الرياضه بتحس على كده يعني، مش التعصب او لان هو ده المفروض يحصل يعني، هو ده الطبيعي يعني، دي مش حاجه يعني مش حاجات خاصه يعني، هو ده المفروض، ده الطبيعي يعني، ده الطبيعي في الرياضه ان احنا بنحاول بنكون بنوصل حاجات للناس وحاجات كويسه. فالطبيعي الحمد لله الروح الرياضيه اللي ما بيننا، احنا اخوات في الاول وفي الاخر يعني، لكن في الملعب كل واحد بيحاول يموت نفسه في الملعب، والنتيجه بتاعت ربنا في الاخر يعني. مباراه امبارح صعبه جدا؟ اكيد طبعا، اكيد مباراه ايه صعبة. موضوع المباريات كلها اللي بتخلص تعادل وبهدف، تعادل وبهدف؟ هو الماتشات عامه الديربي بتبقى ماتشات حساسه جدا لاخر وقت، كل واحد بيكون مركز وكل واحد بيبقى عامل سيناريو يعني ان الماتش يفضل يعني في الاوقات الصعبه يفضل متماسك، وده الحمد لله اللي احنا عملناه، والحمد لله في الاخر يعني حالفنا الحظ والحمد لله كسبنا يعني. كنت امبارح حسيت ان في وقت من الاوقات الماتش ممكن يطير؟ هو بصراحه يعني هو كل واحد بيركز في الماتش كله ك 60 دقيقه يعني، فما فيش وقت خالص الواحد حاسس ان هو ممكن يطير او ما يطيرش، الواحد بيفضل مركز في الماتش كله، والنتيجه في الاخر بقى بعد الماتش خلاص بيفكر يعني، لكن في وسط الماتش الواحد بيفضل على طول بيركز في اذا كان في هجمه اذا كان في نتيجه، فالماتش كله كان رايح ند يعني رايح جاي، لكن الماتش كان حلو وكان ماتش يعني يليق بالكره اليد المصريه الفتره اللي فاتت، وده هو دي الصوره يعني الصوره المصغره للمنتخب وللدوري وكل الناس شافت ده الحمد لله، والحمد لله امبارح اللعيبه كانت رجاله جدا جدا وعلى قد المسؤوليه فعلا، والحمد لله قدروا يبقوا ماسكين في الماتش لاخر الوقت، والحمد لله على الماتش مهم جدا بالنسبه لنا يعني. الف مبروك كريم، وبتمنى لك كل التوفيق ويا رب دايما التوفيق مع الزمالك والمنتخب. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك يا كابتن سيف. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا.